نزل نزل شوي نزل يلا من هون يا اخي بدنا نعطيه محمد اعطي وحده علق كلنا هلا شينا يفضح بسرعه بسرعه ما معنا وقت كرت شباب بجد الحكومه خير ان شاء الله مجعله خير اصبحنا واصبح الملك لله شو هاد؟ شو هذا اللي عم تعملوه؟ أهل الحارة حابين يحيوا ذكرى الأربعين على طريقته. أيوة. معكم موافقة بهذا الشيء؟ ناظم بيك اللي عاملها، وأكيد معه موافقة. لا لا يا أبو عثمان، معقول حدا يعارضها وأنت موجود؟ ما حذرت يا عرفان. أنا اللي رح أعارضكم لأنه أنا بدي موافقات لهذا الشيء اللي عم تعملوه. جاسم، بكل اللافتات وشعشون يلا. أكيد ما بتعملها. لأنك وطني وبتحب أولاد بلدك. وطنيتي بدها موافقة لأسمح لكم تعملوا احتفالات بالساحة وتعلقوا اللافتات. عرفان، نزل اللافتات أحسن ما نطلع نحن وننزلهم ونشاشعهم. عق ما لك كفو يا جاسم؟ عم تتحدى الحكومة ولاد؟ ما حدا عم يتحدى حدا. لكن شو هذا الكلام اللي عم بيقولوا عرفان يا أبو صالح؟ صلي على النبي يا أبو عثمان وخلي اللافتات معلقة هلا، وإذا ما طلعت الموافقة يا سيدي من إيه ما بعدين؟ الموافقة ما طلعت يا شيخ وما رح تطلع. قاسم مر سيدي نزل لي هاللافتات وشاشون يلا. حاضر سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابو عثمان مين اللي مزعلك؟ قل لي لا اتصرف. نوري بيك لا تعذب حالك. قاسم شاشي لي هاللافتات. لحظة يا جماعة، الله وكيلك قيمتك ومكانتك محفوظة، أوامرك طابوا بالنسبة إلنا، تسمح لي بكلمتين على جنب؟ شرف نوري بيك، شرف. شرفوا سيدي، شرفوا، شرف. أهلاً مستر جوزيف. يا أهلين. أهلاً، كيفك صبحي بيك؟ الحمد لله مستر، الحمد لله، تحت أمرك. تفضل مستر جوزيف. شو؟ في شيء مهم لحتى بعتت وراي؟ لا هو الموضوع روتيني بس ناظم بيك عم يتصل يستعجلنا مشان الموافقة على تجمع شعبي بذكرى الأربعين بالحارة. يعني والله الناس عايشين بغير زمن. يعني عفوا ليش في مشكلة بالموافقة؟ لا المشكلة مو بالموافقة، المشكلة بالشخصيات. ليش ما بدهم يقتنعوا انه زمنهم خلص راح سيفيني؟ بدل ما يفهموا هالحقيقة بيرجعوا بينطولك ليعملوا لك زعماء. يعني ما راح توافقوا لهم؟ إلهم؟ لا